أهلا وسهلا بحلقة جديدة من برنامج ساعة سورية، دائما عبر راديو فرح الناس 98.5. Sa’a Suriya program started 2 years ago within the context of the humanitarian response to the impact of the Syria crisis in Jordan. We feel privileged that we can cooperate with two Jordanian community radios, one in the north, Yarmouk FM, and one in Amman, Farah Tannas, which cover four governorates in the northern and central Jordan, which are among the poverty pockets of Jordan. At the same time, are the governorates where the Syrian refugee population is among the highest. Radios give voice to the voiceless and have proven to be the most effective tools to reach out to population in post-crisis situations. The program is financed with the generosity of the government of Japan, and it is implemented with our partner ponte. من جديد مستمعينا، مساكم سعيد دائما عبر يرموك فم وبرنامج ساعة سورية. الهدف الأساسي من برنامج ساعة سورية هو خلق منصة اتصال وتواصل للاجئين بين اللاجئين السوريين وبين مقدمي الخدمات، من خلال استضافة كوكبة من الخبراء ومقدمي الخدمات، وبالتالي يستطيع اللاجئ السوري التفاعل مباشرة على الهواء مع ضيف البرنامج من دون ذكر الاسم. بالإضافة أن البرنامج يقدم مجموعة من الرسائل التوعوية التي تهم المجتمع الأردني بالإضافة إلى اللاجئين السوريين. المميز في ساعة سورية استجابته، أي نعم هي استجابة إعلامية لحالة أزمات أو طوارئ، لكن هذه الاستجابة مش إخبارية، هذه استجابة إنسانية. المميز فيه أنه إحنا صحيح نستضيف منظمات، نستضيف جمعيات في المجال الإنساني، بتحكي على الهواء، بتحاول قدر الإمكان إنها توصل معلومات بطريقة شفافة وبطريقة واضحة عشان العالم يستفيد منها. ساعة سورية مش بس 60 دقيقة على الهواء، هاي قصة حياة اللي أنا شخصياً كمقدم هذا البرنامج وبتمنى إنها كذلك للمستمعين. بهذا البرنامج بصراحة علمني الجرأة وشعرني بالأمان، بالأمان إني أنا مش غريب عن هذا البلد، وهذا الشيء أهم شيء هو الأمن والأمان بصراحة موجود، وأنا حسيت فيه بهذا البلد ومعتبر نفسي ببلدي. أنا بالأول كانوا أولادي ما كنت بسجلهم بالمدارس، وأنا أساساً يعني كنت ما عندي إني الجرأة أني أروح أسجلهم بالمدارس لأنه على أساس أنه خاص وفي التزامات مالية لآخره، بس عرفت من خلال البرنامج أنه في مدارس كثير فتحت مثلاً وقت ثاني للاجئين السوريين مسائي، وفي طريق عرفت عن طريق البرنامج أنه في جمعيات خيرية تكفلت بطلاب كثير ودفعت عنهم أقساط. كل الأمور اللي بتتعلق بالسوري بالذات إنه بتطلع هذا البرنامج، يعني الله يعطينا في هذا البرنامج بالذات إنه أي مشكلة عم تصير تنحل فوراً على ساعة سورية. يعني الشباب جوا ما قصروا، أي إشي بيصير هون بالسوري، صار معه مشكلة، صار معه ضغط، صار معه من أي ناحية مفوضية ضغط بالأردن، هون تطلع على ساعة سورية. يعني ساعة سورية ممتاز جداً، أتمنى من الجميع إنه يتابعوها يعني ويحطوا ويتصلوا ويشاركوا آرائهم. A very important component of the project is the active involvement of Jordanian youth reporters who go to the field and conduct reportages and interviews with the Syrian refugees. It is a way that they understand better their situation, their challenges, their fears, and also through this overall approach we try to promote social cohesion between the refugee and the host communities. أهمية هاي الورشة إنها بترفع مؤشر الأنسنة إلى عند الصحفيين، يعني لما يعالج أي قضية بده يكون عنده مؤشر الأنسنة عالي. استطعنا من خلال دورة أنسنة الإعلام التفريق ما بين التقرير اللي أنا ممكن أعمله والقصة الإنسانية، من ناحية عناصر، من ناحية كيفية إعدادها، من ناحية كيفية التواصل والوصول أيضا للأفراد لإعداد هاي التقارير. خلال الورشة اليوم يعني اكتسبنا العديد من المهارات والمعلومات اللي بتساعدنا في بناء تقرير مميز يجذب ويجذب المستمعين أو المستهدفين، بالإضافة إلى أنه
نراعي في هذا التقرير البعد عن التحيز أو انتهاك لحقوق الإنسان، وأيضاً كمان كيف نبحث في عمق الموضوع، ليس فقط في الجوانب الأساسية والظاهرة للموضوع، بل نبحث في عمق الموضوع، في الأسباب الجذرية للموضوع. حرصاً منا على استمرارية البرنامج، نحن بنوصل لكل الفعاليات القائمة للاجئين السوريين، مثل اليوم نحن هون عم بنوزع راديوهات عرفنا اللاجئين على البرنامج ومتى بنبث في كل محافظة، علشان نسهل عملية التفاعل ما بين اللاجئين السوريين ومقدمي الخدمات.